احنا بنتكلم من بداية الحلقة على التعديل الوزاري واللي شمل 13 وزارة، وعجبني جدا الكلام بتاع سيادة النائب عمرو درويش على مسألة مثلا وزارة التنمية المحلية. قال انه يا جماعة احنا بنتكلم على وزارة هي من اكثر الوزارات اللي لم تكن اكثرها مساسا بالحياة اليومية للمواطن. فحتى قلت له كل ساعة المواطن بيتعامل مع شيء ما متعلق بهذه الوزارة. فقال ايه؟ قال اللي احنا بننتظره ونطالب بيه هو تعديلات او حركة محافظين زي ما بيطلق عليها او زي ما بنسميها. طيب ده كان رأي سيادة النائب عمرو درويش كعضو برلماني وكوكيل لجنة التنمية المحلية. خلونا ناخد معانا سيادة النائبة سهى سعيد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية الاحزاب والسياسيين. اهلا 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 وسهلا معانا. ازيك يا سيادة النائبة؟ عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. استأذنك نشيل بقى الألقاب والحاجات اللي زي كده. طبعا ربنا يخليك. طيب سهى، النهارده الكل شاف التعديلات الوزارية واللي شملت 13 حقيبة تمام. والبعض كل يعني على حسب اهتمامه الرئيسي، مش هقول اهتمامه الكلي لكن الرئيسي جدا، بيرى أمور. يعني عمرو درويش شاف أنه التنمية المحلية من أبرز الحاجات اللي حصلت، وأنه وجب بتعبيره نحن نطالب بحركة محافظين وشيكة. فالأول هسألك الأسماء اللافتة، أكتر اسم لافت بالنسبة لك إيه؟ وشايفة حركة المحافظين اللي كلنا نطالب بيها أو قد تكون مرتقبة، قولي أمين. خليني اقول لحضرتك انه الاول احنا كنا في حاجه ماسه الى التعديل الوزاري تاخرت يعني كثيرا، وكنا طول الوقت بنقول الحركه هتكون الشهر الجاي اللي بعده، لا سبعه لا ثمانيه لا كده، اخيرا الحمد لله كنا في امس الحاجه دلوقتي الحالي، خصوصا واحنا داخلين على الحوار الوطني صحيح. فمحتاجين فعلا عدد من الملفات والحقائب الوزاريه اللي كانت فعلا في امس الحاجه للتغيير. كمان يعني هو انا كنت مهتمه جدا بوزاره التعليم، كل الشكر طبعا لمعالي الوزير السابق خالد الضوئي، وانا الحقيقه يعني متفق لا لانه الحقيبه يعني بيتكلم فيها كمان حد من الوزاره وعنده فكره كبيره بالملف، ويمكن دي من اكثر الوزارات اللي بتهم المواطن بشكل رئيسي، وزاره التربيه والتعليم، لانه يعني اهم من تعليم ولادنا بالذات في التعليم الاساسي. فانا شايفه انه ملفات وزاره التعليم والتعليم العالي دي من الملفات اللي بتهم المواطن بشكل رئيسي. طبعا الاداره المحليه ما حدش فينا ما عندوش مشكله مع الاحياء والمحافظات، و احنا نستمع كنواب بنعاني، يعني ما بالك المواطن العادي، يعني احنا بنروح بطلب والله بنعاني وبنرفع عليه، وبيبقى ساعات الموضوع بناخده بفخصنه بقى، يعني طب انتوا عايزين تعملوا كده ليه؟ ودي قررت معانا اكثر من مره موجوده على صفحاتنا كلنا، نداءات للمحافظين والنواب المحافظين انه ليه الامور بتتعثر؟ خليني اقول لك ان ده بينكد على المواطن يومه، يعني المواطن ممكن جدا يبقى في يعني غلاء اسعار او اي امر في الدوله، ولما يجي يدخل مكتب خدمات مواطن ويتعطل اكثر بيطلع عنده احتقان اكثر طبعا تجاه الدوله. فانت بتنكد على المواطن كل يوم الصبح تخليه يطلع ناقد على الدوله في امور مختلفه وامور متعدده، والعكس صحيح، انت ممكن تقدم الخدمه يعني تعمل اللي عليك بالظبط اكثر من كده، وهيطلع المواطن راضي و يعني يومه كويس من غير احباطات يعني زياده اضافيه عليه. اهتميت برضو انا شايفه انه التغيير اللي حصل في وزاره السياحه وفيه صله بملف الاقتصاد، احنا دلوقتي ووزاره الصناعه طبعا دي ده يعني اهم اسم عندي، كان الوزير احمد سمير سعيده جدا بهذا الاختيار، وموثقه انه هيعمل نقله نوعيه محتاجينها جدا خلال هذه الازمه الاقتصاديه، وخلال مصر لتنميه الصناعه احتياج الحقيقه بسيط. على فكره احنا دلوقتي يعني يعني السوق الامريكي والسوق الاوروبي يمكن الصين منسحبه بصناعتها عنه شويه، فاحنا ممكن نقدر نقتصم هذه الاسواق بنحلم ده، هيفرق معانا كتير. والملف السياحه كمان احنا محتاجين جدا ملف السياحه عشان برضو
التنميه الاقتصاديه في الوقت الحالي، ان السياحه دي الحاجه اللي ببلاش كده، اللي بتنقذ بسرعه الاقتصاد، بتنقذ بسرعه اوضاعنا الاقتصاديه اللي احنا بنبقى فيه ازمات، وهي برضو اول يعني اول حاجه بتقع لما بيحصل اي لا قدر الله احداث او امور. يعني انا شايفه انه التعديل الوزاري بشكل عام كنا محتاجينه. بنأمل يعني عايزه اقول هي سرقه ثقيله في كل الاحوال، يعني هي المساله برضه مش مساله وزارات واسماء في الاخر دي سياسه الدوله، ولكن يمكن ان نكون متعلمين في كل اسم جديد يكون تغيير البناء في شكل من اشكال الحراك اللي هيدفع للامان. طيب سهى اسمحي لي، هل كنت تتوقعي أو تأملي في تعديل أوسع نطاقا من ال 13؟ يعني هو برضه خلينا نتكلم إنه لما الواحد احتك أكتر بالجهاز الإداري للدولة وبالحكومة من خلال المجلس، ده المتاح، يعني في تعقيدات كثيرة بتكون بعيدة عن لما كنا سياسيين ومش موجودين في البرلمان أو ما عندناش احتكاك مباشر بالوزارات، يمكن كنا نقدر نقول كده. ولكن خلينا نقول انه في اولويات وفي في امور كتير بتكون غريبه عننا، لو قدر لو تم تعديلات اوسع ممكن ده ما يكونش في الصالح. وساعات خليني اقول لك برضه في اسماء كتير بتكون مرشحه ومش بتقدر تشيل حقائب وزاريه في اوقات صعبه، ما نقدرش نقول ان الوقت ده صعب جدا. ف يعني اتوقع ان هو ده اللي كان متاح، والتغيير ده يعني نتوقع ان شاء الله يكون ايجابي ويكون في مصلحه البلد. يعني بصفه عامه التغييرات الوزاريه اكيد على قد او عامله حرات فعلا قادره تقدم للعمل. يعني متفائله جدا بكلاس الصناعه بامانه، الثقافه كمان لانه الوزيره كانت مسؤوله عن صندوق التنميه الثقافيه، ودي دي حاجة مهمة جدا محتاجين نتكلم في وزارة الثقافة، لأن خلفيتها في إدارة الصندوق فترة حاجة مهمة جدا محتاجينها. دي كانت فترة أنا كنت فيها شخصيا إنها تمثل دكتور الثقافة وكذا تنميتها، فالموضوع ده ليه علاقة برضه بالأهميات يعني. صحيح. أنا بشكرك جدا 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 النائبة سهى سعيد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. عايز بس يعني يمكن قبل ما نستقبل تليفوننا القادم أفهمك حاجة أو نتشارك، أنا يعني مش أنا اللي هفهمك، كلنا بنفهم يعني أو عندنا قدر ما من الاستيعاب والفهم إلى آخره. اوعى تفتكر إنه المنصب الوزاري ده يعني اللي هو إيه الدلع إطلاقا. اللي بيجي وزير ده عشان بس تبقى فاهم، ده بيتحط في وش المدفع، وبالتالي بتبقى دايما يعني بالتعبير كده السياسي رقبته على المحك طول الوقت. ليه؟ لانه في المرمى بتاع اي طلقه او اي سهم جاي من اي حته، من اي حته جوه البلد وبره البلد، معارضه واغلبيه الى اخره. ده واحد. اتنين، مش معنى ان في وزير لم يستكمل او ما هوش باقي في منصبه ده معناها ان الوزير ده وحش اطلاقا. المنصب الوزاري اسمه بره كده حقيبة سياسية، يعني المرحلة والوضع السياسي والاقتصادي بتاع الدولة او رؤيتها هي اللي بتحتم مين الاصلح للمرحلة. اصلح لايه؟ للمرحلة مش للمنصب. مش معناها ان فلان لو ما جاش يبقى وحش، او فلان لو ساب المنصب بتاعه ده معناها انه وحش فهيجي حد احسن منه. المساله مش كده خالص، هي المساله مين المناسب للشيء ده او للمنصب ده او للكرسي ده او للبرنامج ده، اي حاجه للعياده دي في المرحله دي. واخد بالك؟ يعني اضرب لك مثل، افترضنا جدلا انه هناك مثلا شيء ما متعلق بالبلهارسيا زمان، وانها امر يعني مرض عاصف يعصف ويفتك باكباد المصريين وما الى ذلك. يوم ما هتجيب وزير صحه هتجيب واحد يبقى فاهم الوزاره كويس؟ انا بجيب لك بقى مثل خلص اصلا بقاله عشرات السنين، يعني هتجيب واحد فاهم الوزارة كويس وفاهم دولاب عمل الوزارة كويس وفاهم ازاي يقدر يشتغل مع قيادات الوزارة كويس قوي،
وفي نفس الوقت يبقى فاهم يعني ايه بالهرسيا كويس جدا، ويبقى متابع الموقف، ويا ترى هل ترى دول العالم التي تخلصت من هذا المرض تخلصت منه ازاي وما الى ذلك. هل ده معناها ان الوزير اللي قبله كان وحش؟ لا. هل ده معناها انه لما تنتهي هذه الامور وكل حاجه تستقر ويستوجب وجود وزير جديد ده معناها انه هو ما قامش بمهمته؟ لا، قام مهمته بنجاح وقضى على البلهارسي بس خلاص، شكرا. هو ملف، هتيجي تقولي لا الوزارات تدار عمليا بطريقه الرؤيه الاستراتيجيه، رؤيات بعيده المدى، صح، وفي ظروف زي اللي احنا فيها، ويمكن ده اللي لمحت اليه او اوردته الحقيقه في كلامها دون تلميح ولا مواربه، سواء اذا كانت النائبه سهى او سياده النائب عمرو درويش، انه احنا في مرحله اقتصاديه صعبه جدا، حرجه جدا، بتمر علينا زي ما بتمر على العالم، وبالتالي المواطن محتاج طول الوقت اولا يشعر بان هناك تغيير ايجابي. قد يكون هذا التغيير متعلق بسرعه تقديم الخدمه، ممكن يكون متعلق بكفاءه تقديم الخدمه في ظل وجود ارتفاعات اسعار وتضخم بيضرب بالعالم، فانا محتاج اديله حاجات تانية قصاد هذا التضخم اللي انا بحاول احتويه واسيطر عليه قدر الامكان، بس انا في حاجات تانية اقدر اعملها فتساعده، زي ما قالت سهى على سبيل المثال، يخش مكتب خدمه مواطن فالحكايه تخلص بسرعه مثلا، زي ما قال عمرو درويش الناس محتاجه ان المحافظين يشتغلوا بشكل اكثر سرعه، الملفات تتحرك بسرعه، ما تبقاش ماشيه بنفس الوتيره بتاعه ما قبل الازمه. احنا دلوقتي عندنا بدل الازمه 2 ازمه قائمه بالفعل في اوروبا، اوكرانيا روسيا، روسيا اوكرانيا، وازمه وشيكه بتحصل في الصين وتايوان، دخل بقى على الخط امريكا ودخل على الخط اليابان، حدوته ربنا بإذن الله يطلعنا منها على خير، نتمنى ما تحصلش أزمة ولا كارثة.